أحسن الله إليكم. هل هناك خلاف بين العلماء في كشف المرأة لوجهها أم أنهم متفقون على التحريم؟ متفقون على أنه إذا كانت هناك فتنة من كشف وجهها فإنه يجب عليها أن تغطيه، وليس هناك أمن من الفتنة. من الذي يأمن من الفتنة؟ هذا يعطي أنهم متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب عليها تغطيته، والخوف من الفتنة متوقع دائما وأبدا. نعم.